فهنا المشكله عندنا للاسف الشديد دخول هاي نقول السموم للمجتمع العراقي، بالاضافه الى البطاله، بالاضافه الى التشنجات والعوامل الاقتصاديه ايضا، حتى الكهرباء لها سبب ست. يعني اليوم احنا اليوم يعني مجتمع ما تتوفر له الخدمات، ما تتوفر له سبل العيش بكرامه، يعني تقزين الكهرباء وارتفاع درجات الحراره يخلي العراقي خلقه ضيق. طبعا احنا هسه نشوفها بنفسنا، سروحي الى دائره معينه مثلا وتخلص تكملين اجراءات وتجين للبيت اللي هو راحتك مع اسرتك، اذا تلقين انت كهرباء ما موجوده، الجو لا يطاق، وغير المسؤوليات داخل الاسره، غير احتياجاتهم، هاي كلها تولد.